ده اللي انت بتقوله ده كان بيخلي الست زمان تتحمل ان يخش فيها جفت وتتحمل ان يقعد يشد في العيل، وبعد الجفت ابتدى فيه تطور اخر اللي هو الشفاط بتاع الولاده اسمه البنتوس سنه 1957 ابتدى ان يستخدم. الست كانت عندها استعداد لكده وكان ممكن من غير بنج. ليه؟ لان هي كان مستوى الالم عندها، وده تطور في الزمن، كان مستوى الالم منخفض جدا اصبح مستوى الالم عالي جدا. زي ما عندها حاجه جاهزه تغسل فول اوتوماتيك اصبح دلوقتي في حاجه عندنا على الهواء برضه في سيره الجفت يا فندم موجود هنا. ده اللي هو ايه بقى يا فندم؟ نعم، سيره الجفت ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي موجود ده. لا ده الالات دي لتحطيم الجنين، تكسير الجنين لما يكون متوفي والراس لتحت، تكسير الجنين تهشيم الجنين اسمها ديستراكتيف اوبريشن. يا او ده استخدمناه، بس بتبقى عمليه صعب قوي يعني. هو صعب المنظر ده زي حضرتك شايف كده. دي اله في النص في مسقاب يخش، وبعد كده في معاه جفت يطبق الجنين وينزل. ده لما يكون العيل متوفى، اذا كان توفى طبعا، متوفى في بطن غير امه طبعا. والراس تحت وعنق الرحم مفتوح. كنا بنستخدمه، كان في مهاره. دلوقتي لا، حتى الجنين المتوفي في بطن امه ان لم ينزل بدون اي تدخل، اللهم انك تساعد تديله شيء من الطلق، كنا يا اما يتحول يتعمل له قيصريه او لا ده فتح بطن حتى لو ميت، لانه امان، امن ان احنا نستخدم الاداه دي.